يا مساء الخير والسعادة على كل اللي بيشوفونا بيتابعونا كل يوم حد في يحكى أن على شاشة القناة الأولى. على ميعادنا الأسبوعي معاكم، وزي ما عودناكم كل أسبوع بيكون معانا موضوع مختلف، رواية جديدة، كاتب متميز، وطبعا بنكون دايما مستنين تفاعل حضراتكم وإنكم تبعتونا على صفحة البرنامج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كل اقتراحاتكم وكل أسئلتكم. تعالوا دلوقتي نشوف مع بعض تقرير عن البست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعاً زي ما أنتم متعودين للأسبوع اللي فات، ونرجع على طول نبتدي حلقتنا معاكم. يحكى أن بيقدم ليكم الكتب الأكثر مبيعاً، وده يوم الحد من كل أسبوع طبقاً لما نوهت عنه دور النشر في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. اتنوعت كتب الأسبوع ده بين الإثارة والتجارب الذاتية والتنمية البشرية. اتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً كتاب خالي من المواد الحافظة للكاتبة ومدربة التربية الإيجابية سارة سيف، واللي بيعد كتابها الأول، موضوع عن الاتزان الانفعالي لدى الأمهات وربط ده بمهارات التواصل وفن التعامل مع الأزمات. ولم تغفل القايمة كتاب لا بطعم الفلامانكو للكاتب الدكتور محمد طه، وجت بعد كده 40 للكاتب أحمد الشقيري، وبيتكلم فيه الكاتب عن رحلته في الدنيا على مدار 40 عام والصراع المستمر بحثاً عن السلام الداخلي. كمان ضمت القايمة رواية إذمة للكاتب والروائي محمد صادق، واختتمت القائمة بإحدى روايات الكاتب أشرف العشماوي، وهي رواية بيت القبطية، واللي بتتكلم عن محقق بيحاول تتبع بعض الجرائم الجنائية في قرية صغيرة بشمال الصعيد. لم تغفل القائمة كمان رواية سبيل الغارق للكاتبة ريم البسيوني.